بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم تاني متابعينا الأكارم. اليوم نتكلم عن درس الأخير في التكست فورماتنج إليمنت بلغة ال HTML ضمن سلسلة دروس تعلم تصميم مواقع الإنترنت باستخدام لغة ال HTML. اليوم آخر تاج حنركز عليه الموضوع الكونتاكت انفورميشن. الكونتاكت انفورميشن اليوم حيميزه موضوع الأدرس تاج. الآن موضوع الأدرس تاج هو حيعبر الآن كمغزى عن مضمون لعنوان خاص بشخص أو بشركة. بنتكلم اليوم هذا الموقع موقع شخصي، أصبح إحنا الآن بدنا نضع في هذا الصفحة أو في هذا الموقع الأدرس اللي بيعكس عنوان الشخص اللي إحنا رايحين نعمله هذا الموقع. فأصبح اليوم نتكلم عن الدكتور غزال، كيف إحنا بدنا نعكس عنوان خاص بالدكتور غزال ضمن الادرس تاج. في الغالب بيكون في الفوتر او في النهايات هذا العنوان. بنيجي هاي بنتكلم الدكتور غزال اوفيشال ادرس، بدنا نحط هذا الهيدلاين عباره عن اتش 2 وبنسكر الاتش 2 هنا وبنيجي بنتكلم عن الادرس. بالمناسبه الادرس مش متداخل، يعني مش حيكون في داخله ادرس، يعني هو ادرس واحد وتاج واحده في داخل الصفحة الواحدة، ما في تكرار أو ما في نستد إليمنت، مش حيكون في عندي نستد إليمنت هنا على الإطلاق. طيب اليوم أنا هذه الصفحة تعبر عن عنوان خاص بالدكتور غزال اللي هو صاحب هذا الموقع، ولو موقع إلى شركة بده يكون العنوان بيعكس عنوان هذه الشركة. اليوم هذا الأدرس بنتكلم في إطار الـ HTML5، يعني المغزى فيه أكثر. طب الشكل الخارجي هل له شكل خارجي بميزه عن السياق العام لأي باراجراف؟ نعم صحيح، الشكل الخارجي حيكون هو عبارة عن خط مائل، الخط المائل هذا حنشوفه الآن. طيب هل الأدرس هيجي كله كما إحنا شايفينه بالشكل الموجود، يعني هيجي written by دكتور محمد غزال والسطر اللي بعده from Palestine Gaza الكونتاكت، ولا إنهم هيجوا كلهم في سطر أو عفوا في كتلة واحدة؟ تعال نشوف كيف الشكل الخارجي اللي هو الآن موجود عليه. بنيجي بنطلع أصبح اليوم في شيء اسمه أسطر، ولكن اللي إحنا شايفينه لما حطينا النص هذا بكتلة واحدة قبله أدرس وبعده أدرس حطيناه في إطار الأدرس صار خط مائل، صار الخط تبعه مائل. طب كيف أنا بدي أظهره بالشكل اللي هو موجود ده في شكل التصميم؟ قدامي خيارين، إما بستخدم البري، اما بستخدم البري هاي البري او بستخدم بري فورماتد تكست، هاي بنستخدم هاي البري. تعال نشوف كيف صار شكله، او بنستخدم شغله ثانيه حنحكي فيها ولكن بعد ما نشوف شكل البري تبعتنا. طيب هل احنا فعلا شايفين البري هو مناسب لهذا الموضوع؟ اذا شايفين شكل البري بري فورماتد اللي هو بري فورماتد تكست، اذا شايفين شكل هذا النص واضح ومقبول لنا بنعتمده، مش مقبول ممكن ناخذ طريقه ثانيه بحيث انه نعكس فيها العنوان بطريقه غير عن طريقه استخدام البري. طب ايش هي الطريقه؟ بنستخدم الامبتي اليمنت اللي هو البريك لاين، البريك لاين في نهايه كل سطر، بحيث انه هذه حتمكن انه الان الكيرسر ينزل سطر ايش؟ للاسفل. طب في نهايه السطر الثاني ايضا بنضع بريك لاين. طيب والسطر الثالث نفس الفكرة، أصبح أنا بتكلم قاعد في كل سطر بأنزل بريك لاين حتى إن أنا أستقيم بأسطر متعددة مثل الموجودة على الشكل اللي أنا مصمم فيه هذا الأدرس. طيب بس نكمل هاي البريك لاين وهنا بريك لاين. طيب الآن نعمل حفظ. طيب هل الشكل الآن واضح؟ الشكل واضح. تعال نروح نشوف هل الشكل واضح وزي ما احنا بدنا ولا مش زي ما ايوان. اصبح اليوم احنا في البريك لاين قدرنا ننزل سطر بعد كل او بعد كل سطر انزلنا ايش؟ انزلنا انتر انتر واصبح بالشكل الموجود امامنا. بس فقط عندي ضايل شغله صغيره اللي هي موضوع كيف بدي احط الايميل، كيف بدي احط اور ويب سايت. بعد ما يكون بالشكل هذا بنعمله عباره عن انكور تيك اللي هو انكور تاج، هاي انكور تاج وبعمل اوتو كومبليت وبنجيب الريفرنس هذا كله هنا موجود في الاتش ريف اللي هو كاتريبيوت، وبنقول هنا اللي هو ماي هوم بيج، هوم بيج او غزال هوم بيج او الدكتور غزال دكتور
غزال هوم بيج. هيك احنا تقريبا بنكون خلصنا وعبرنا عن كل محتويات الادرس بالخلال النصوص العادية واستخدمنا بريك لاين. وإذا كان في عندي والله رابط تشعبي معين بستخدم الأنكور تاج. إذا بدنا نحط أي مؤثرات برضو هنا بنحط المؤثرات، ولكن في شيء أدرس بنوضع في داخل أدرس، وكل صفحة إلها أدرس موحد أو أدرس واحد ويعكس عنوان هذا الشخص أو عنوان هذه الشركة حسب نوع الموقع اللي أنا بأشتغله. تقريبا أنا هيك بكون خلصت العناوين، وخلصت بالعناوين خلصت كل التكست فورمات اللي ابتدأناها من قبل 7 أو 8 دروس. تقريبا هذه النصوص كلها تعبر عن شيء عظيم في أي موقع إلكتروني. يا جماعة النص هو أساس ولا يستهان فيه في موضوع التعبير عن المضمون وعن المحتوى، وهو له وجهتان، وجهة خاصة بالمستخدم النهائي اللي بده يقرأ هذا النص، ووجهة خاصة بمحركات البحث اللي حابدها تفهم هذا النص وتحلله حتى تفهم إيش المضمون داخل هذا الموقع، وتقدم هذا الموقع لجمهوره، وتقدم هذا الموقع للناس اللي تبحث عنه، وصير موائمة ما بين حاجة الناس اللي بيجوا بيستخدموا محركات البحث وما بين النتائج اللي حتظهر معهم في نتائج محركات البحث. الموضوع أخذنا فيه وقت وتكلمنا فيه في إطار الـ HTML5، وتكلمنا فيه على المغازي والمعاني اللي هو السيمانتكس لكل تاج أكثر ما أنه تكلمنا على الستركشر لكل تاج. أتمنى أنه يكون الدروس اللي مضت دروس سهلة وبسيطة. أتمنى أنكم ترجعوا تلخصوا التاجز اللي أخذناها وتطبقوها على النص اللي موجود في الديسكريبشن، وكل الدروس اللي أنا شرحت فيها التكست فورماتينج هحطها إن شاء الله في الديسكريبشن بحيث أنه تبدوا فيها من أول درس لآخر درس. وأي استفسار أنا موجود، وتابعوني اكتبوا لي في التعليقات. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.